انسحاب النادي الاهلي من كاس مصر يا موسى. احلى كلمه قلتها انسحاب. الناس كلها عماله في اعتذار، الناس الجبانه اللي في الاعلام دي. لا انسحاب. الناس الجبانه. ما حدش هيقدر يعمل انسحاب. واقول لك على حاجه، عشان انت بس الناس جبانه في الاعلام ومفروض تبع عليه لائحه السنه الجايه ما تشتركش في كاس مصر وتطبع عليه الغرامه. لا مش هيتطبع. ما انا بقول لك ما حدش في الاعلام بيقدر يتطبع على الومنيوم يعني لو كان قال لك. هو النادي الاهلي بيفكر في يعني ما لوايه يقول انسحاب وغرام يطلع كده مليون جنيه غرام وما كاس مصر السنه الجايه ما شاركش فيه، بس هم النادي الاهلي عارف الناس دي ضعيفه وتحت رجليه بتاع الكوره المصريه في كل حاجه، اللعيبه بتتصاب والدوري ما حدش اتفرج عليه وكل حاجه بقول الاخراج زبط، كل حاجه بقت زي الخرا صراحه. اسلوب رخيص ولا اكننا قاعدين في غرزه ولا اكننا قاعدين في مصاطب. شفت اللغه اللي بيتكلم بيها اسامه الملط على الشاشه؟ شفت اللفظ اللي قاله، اللفظ المقرف اللي ما يصحش يتقال على الشاشه؟ طيب شفت مجدي مقشة وهو بيحرضه يقول ان النادي الاهلي انسحب؟ ده النادي الاهلي عنده يعني كم من الاجهاد غير طبيعي وغير معهود ان المواسم تلتحم من موسم لموسم ومن بطولة ورا بطولة، ولكن اسامة الملط مع مجدي مقشة باسلوب متدني وباسلوب رخيص عايزين ينالوا من النادي الاهلي. ما يبصوش على المصايب والكوارث اللي في نادي الزمالك، لا يبصوا بس على النادي الاهلي ان هو قرر ان هو يعتذر من بطولة كأس مصر، على الرغم ان نادي الزمالك ممكن كمان هو يعتذر، الا ان اسامة موبايلات بيبص بس للنادي الاهلي ان هو قرر الاعتذار من بطولة هو شايف ان هي وقلتها واحد، والمستفيد الاكبر هو اتحاد الكوسة اللي بيجني اموال كتيرة من الرعايات والنادي الاهلي بيوقع عليه عقوبة او غرامة مليون جنيه في المقابل انه هيبقى في ملايين الجنيهات هيحصل عليها اتحاد الكوسة لو النادي الاهلي ما شاركش. بس احنا بنقول لأسامة الملط بص على اللي بيحصل في نادي الزمالك وبص على فتوح واللي جراله. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. انا هاني الشرقاوي ودي قناه الاهلاويه على اليوتيوب. الاخ اسامه الملط اللي عنده نوع من انواع الغيره الشديده والحقد الغير عادي على النادي الاهلي بيقرر ان هو باسلوب متدني وباسلوب رخيص بيعمل وقيعه ما بين النادي الاهلي وما بين المدرب، ما بين النادي الاهلي وما بين الجمهور، يهيج الدنيا على النادي الاهلي وسايب كل المصايب والكوارث اللي بتحصل في نادي الزمالك. عنده نوع من انواع الغيره والحقد على النادي الاهلي، واحنا عارفين الاسباب ان هو اتطرد من النادي الاهلي وان هو خرج بفضيحه الى اخره. ولكن مين قالك ان المدرب النادي الاهلي هيهرب؟ يعني طلع قال مع مجدي مقشة اللي للاسف بيحرضه ويقول له بيحط الكلام بالمعلقه على لسانه قول كذا وما تقولش كذا، هو النادي الاهلي انسحب من البطوله؟ النادي الاهلي اعتذر علشان عنده تلاحم في المواسم وعنده تلاحم في البطولات. النادي الاهلي عنده بطوله افريقيا اهم ولا كاس مصر اهم؟ طب ما نادي الاهلي اعتذر عن الرابطه ونادي الزمالك اعتذر عن الرابطه، نادي الزمالك ممكن يعتذر عن كاس مصر لان المواعيد بتتضارب مع مواعيده هو، فشيء طبيعي ان نادي حاسس ان فيه. طب اقول لك على حاجه، الاجتماع اللي حصل ما بين الكابتن خطيب وما بين كولر قال له هتشترك كاس مصر ولا نعتذر؟ قال له لا اعتذر علشان احنا عندنا اجهاد وكم اصابات غير عاديه في النادي الاهلي، واللعيبه دي لو استمرت كده هتسقط، يبقى هيبقى في سقوط ورا سقوط ورا سقوط للعيبه. هل ده يعجب اسامه الملط؟ ثم انت مالك؟ كولر يقعد، النادي الاهلي ينسحب، انت مالك؟ وعمال يحرض ويقول لك مفيش عقوبه هتتطبق، مفيش مش عارف ايه، وايه اللفظ المعفن اللي انت قلته ده؟ ايه اللفظ اللي انت قلته ده على الهوا؟ هو انت قاعد في غرزة ولا قاعد على مصطبة في الشارع؟ ده انت قاعد في قناة المفروض بيتابعك مشاهدين، والقناة بتبس على اليوتيوب وبتبس على منصات اخرى، يبقى عندك نوع من انواع الاحترام للمشاهد والمتلقي. ايه ده؟ هو الاعلى بقت خلاص صوت عالي وشتيمة وزعيق وبتاع؟ ايه ده؟ هو ده بقى المحتوى؟ لعيبة عمالة تدوس ناس وتموتها في الشوارع، واللي بيشرب لي حشيش، واللي مش عارف بيسهر مع ستات، واللي ايه ده؟ هي دي بقت الرياضة في مصر؟ وعايزين تاخدوا ميدالية في الاولمبياد؟ انت ايش وصلك للدول العظمى دي؟ ايش وصلك ان ده لولا النادي الاهلي رافع رايه ورافع اسم مصر والنادي الاهلي كان زمان الرياضة المصرية في خبر، كان زمان محدش يعرف عن مصر حاجة، يفتكرونا لسه قاعدين بنركب جمال وساكنين في الصحراء، فاكريننا كده، او ساكنين في الاهرام في الهرم، فاكرين الناس بيوتها في الهرم من الناس العقليه بتاعتها مش متصوره ان في عظمه اسمها النادي الاهلي في مصر. لو ما فيش عظمه زي النادي الاهلي كان زمان الرياضه المصريه في خبر كان،
لكن المشكله والطمه الكبرى ان الاعلام الرياضي الزملكاوي عايز يفشل النادي الاهلي وهو مش قادر ينجح، فيعمل ايه؟ يفشل النادي الاهلي، وده بمباركه مين؟ بمباركه العم كامل. عم كامل اللي هو مسيطر على كل حاجه في مصر، على الاعلام وعلى الرياضه وعلى السياسه. بصوا هو الدراع اليمين للرئيس، دراعه اليمين، فمسيطر على كل الليله دي، مسيطر على الاعلام وعلى الكره وعلى وعلى كله. واقول لكم على حاجه، فتح مش هياخد يوم، هيتصرب على العم كامل والعم مدبولي والعم عباس والعم حودة ابن الرئيس الكبير، هقولوا لهم طلعوا لنا فتوح، ده ما يقصدش، ده مش عارف ايه، يلا براءة وقتل خطر وخد خطأ وخد الدية. أسامة الملطم ما يبصش على كل الكوارث والمصائب اللي في نادي الزمالك، ما يبصش على الدولة اللي فاتحة خزائنها وخزائن علي بابا ليه الاخ الاخ لبلو، ما يبصش لكده خالص، يبص بس النادي الاهلي وكولر وهرب. يلا يلا يلا، ده النادي الاهلي واخد افريقيا، يلا واخد تالت كاس عالم، يلا واخد الدوري، يلا انت بص لنفسك يا مهلهل، ده انت واخد البطوله الرمضانيه وقعدت تقول ايه ما حدش بيهنينا ليه، ما بتهنوناش ليه، ده احنا واخدين البطوله، ده رمضان بطوله رمضانيه يا راجل، بيشارك فيها البط الكيني والوز الاوغندي ومش عارف مين والناس الهفق دي. لكن يطلع اسامه الملط يهلفط على النادي الاهلي بمباركه العم كامل وبمباركه مجدي مقشه، ده عيب وما يصحش، عيب ولا يليق بسمعة الرياضة المصرية. انتهى الفيديو بتاعنا، اسف جدا للإطالة، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.